الساعة 11 الصبح، قعدت الساعة 10 ونص ما سمعت المنبه للأسف، وللحين نايمة. أنا ترى ما أدري شلون شي، يعني قاعدة أسوق وطالعة أحس واي، يعني كلش ما شبعت نوم كلش. فدقيت العيادة، قدمت الموعد، فروح الحين اليوم عاد يعني خف الألم. أمس في ناس أكيد ما تدري باللايف شافوني المتابعين قاعدة أخذ مسكن، فيعني قاعد يسألوني حق شنو كذي. أنا في عندي ضرس ما عالجته، أوكي، لأن كنت مستعيلة على البنير، فالمفروض إن أنا كان أعالجه، بس البنير راح يتأخر شهر ونص. فالحين وايد قال الدكتور يعني لازم تعالجينه وما أدري شنو، بس ما كنت أبي أطول شهر ونص زيادة. والحين كليتها طبعا من العناد وتفلسف، فبروح. صار لي 3 أيام والله عايشة على المسكنات، مو قادرة. يعني باليوم هو أدري إنه مو زين، باليوم قاعدة أشرب 3 فوار المسكن، مو بروفين شيء ثاني. فوايد يعني قاعدة أحاتي إن أنا ليش قاعد أسوي بنفسي وقاعدة أخذ مسكنات إيش كثر، وصار لي 3 أو 4 أيام مو قادرة أتعايش مع الألم. أول مرة بحياتي يصير فيني كذي، فبروح الحين إن شاء الله، يعني بس أبي حل. بس رايحة حاليا عند الدكتور، وبس أبي أفتك بالألم، ما أبي ولا شيء بحياتي. توني طالع من العيادة والله، وهي ورم، هني كلها ورم. باتشر موعدي علاج عصب، ما قاعدة أحاتي كلش، لأن الدكتور علي وايد طمني بخصوص الفينير، إذا صار أي شيء ما يعني وايد طمني. ودكتور العصب مؤيد يعطي ألف عافية، وايد يعني قبل ما يبلش العلاج يعني قال لي كلام واحتمالات ممكن تصير، وقال لي اشياء وايد ريحتني الصراحه، فمطمنه واحس ان انا بايدي امينة الصراحه. صدق يعني يعطيكم الف عافيه اسنان تور. ثانك يو دكتور علي، ثانك يو دكتور مؤيد. وباكر موعد ان شاء الله، بالكثير راح احتاج جلستين، وعطاني مضاد حيوي راح ابلش فيه من اليوم علشان نخفف الالتهاب والالم. بعترف اعتراف، تدرون ليش نايمة بتأخر؟ أمس كنت قاعدة أقرأ قصص وكذي، وريتكم صورت لكم، قريت قصة وايد تخرع وما قدرت أنام، نمت الساعة 5. قريت شيء وايد يخرع، هو ما يخرع كثر ما أنه لأن أنا بروحي وصخة وهدوء وماكو صوت ولا شيء، وايد 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 هدوء. فتعرفون اللي أحس اي شيء، يعني ما ادري شو اشرح لكم زين. وانا قاعده اقرا قاعده اخاف، وتشيل الخوف اللي قشعر الجسم، وفجاه اسمع صوت، وطبعا ما يعني ماكو شيء. فتعرفون اللي الواحد لما يخاف يركز باي شيء، لو عادي صوت انا كل يوم قاعده اسمعه، بس اليوم اركز فيه بالمطبخ مثلا. تخيلوا المطبخ بعيد عن الغرفة وصوت الثلاجة مركزة فيه، أمباي أمس كان عبارة عن فيلم، صج فيلم، يعني وايد وايد أشد لحظات تخرع. وليت طافي ومبطلة بس الأبجارة هذه الخفيفة اللي يمي، ما طفيتها، نمت بالليت بالخرعة وما بقيت حرك من مكاني. يعني تعرفون اللي بس اللي علشان أحمي نفسي علشان احمي نفسي لفيت نفسي بالكفر وبالكمبل 3 مرات. السالفه مو للبيع، السالفه ببلاش، اللي يبيها خليه ياخذها.